رئيس الجمهورية يجدد تضامن الجزائر الدائم مع القضية الصحراوية في رسالة إلى نظيره الصحراوي في الذكرى 42 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجزائر وفي التعاون الثنائي مجالات واسعة للشراكة والاستثمار. التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون وشراكة خلال محادثات ثنائية جمعت وفدي البلدين. رئيس مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية عشية اللقاء الكروي الودي بين البلدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي بمناسبة الذكرى 42 لتأسيسها، وجاء فيها: يطيب لي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحتفل بالذكرى 42 لتأسيسها أن أعرب لكم ولكافة أبناء الشعب الصحراوي الشقيق باسم الجزائر شعبا وحكومة وصلة عن نفسي عن حر التهاني وأخلص الإخاء، راجيا من الله عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة المجيدة بدوام الصحة والعافية ويحقق لشعبكم الأبي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار. تمثل هذه الذكرى السعيدة، يضيف السيد الرئيس، مناسبة تطلع عبرها في كل عام على إنجازات ومكاسب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الصعيدين الداخلي والدولي بفضل إرادة الشعب الصحراوي الأبي وحكمة قيادته وتصميمها على بذل كل التضحيات في سبيل إحقاق حقه المشروع في تقرير مصيره. وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأهنئكم وأهنئ من خلالكم كافة الشعب الصحراوي، مؤكدا لكم تضامن الجزائر الدائم مع قضيتكم العادلة ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ذات الصلة، ومعبرا لكم في الوقت نفسه عن ارتياحي للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية الصحراوية، الأمر الذي يجعلنا نطمح للعمل سويا من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يكرس طموحات شعبينا وتطلعاتهما المستقبلية لمزيد من الرخاء والأمن والرفاه. أسأل الله، يقول الرئيس بوتفليقة في برقيته، أن يوفقكم ويسدد خطاكم في نضالكم البطولي، وأرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري. انتهت رسالة رئيس الجمهورية. بدعوة من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، حل أمس ببلادنا رئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية تدوم يومين، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مرفوقا بالوزير الأول أحمد يحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة هدى إيمان فرعون وأعضاء من الحكومة. المحادثات التي تجرى بين أعضاء الوفدين إضافة إلى منتدى الأعمال الذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية والتركية ستعطي دفعا أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين الاقتصاد الجزائري والتركي. هذا وترحم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء،
وقام الرئيس أردوغان الذي كان مرفوقا برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بوضع إكليل من الزهور أمام النصر التذكاري للشهداء، كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. بعدها ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير الأول أحمد يحيى محادثات ثنائية موسعة ضمت وفدي البلدين وتوجت بالتوقيع على 7 اتفاقيات تعاون وشراكة. المتابعة لاسمها النومني. العنوان والأبرز لهذه المحادثات الموسعة التي ترأسها عن الجانب التركي الرئيس رجب طيب أردوغان وعن الجانب الجزائري الوزير الأول أحمد يحيى هو تعزيز التعاون والشراكة في كل المجالات سيما منها الاقتصادية والتجارية لبلوغ شراكة استراتيجية تكون فيها المصالح متبادلة على قدم مساواة بين بلدين يطمحان باستمرار للذهاب بعيدا بعلاقتهما الثنائية الضاربة في عمق التاريخ. وقد حملت الاتفاقيات السبع التي توجت هذه المحادثات الإرادة المشتركة في تنويع قطاعات التعاون، إذ تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة سطيف والمركز التركي يونس إيمر لتعليم اللغة التركية، ليتعمق التعاون الطاقوي بين البلدين بتوقيع سوناطراك على اتفاقية تعاون مع كل من المؤسسة التركية بوتاس ورونيسانس. كما تم التوقيع على برنامج تعاون سياحي وقعه وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري ونظيره التركي، الذي وقع ووزير الثقافة عز الدين مهوبي على بروتوكول تعاون حول تثمين التراث الثقافي المشترك. وفي القطاع الفلاحي وقع وزير القطاع عبد القادر بوعزقي ونظيره التركي على مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، ومذكرة تفاهم أخرى تم التوقيع عليها تقضي بتعزيز التعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية التركية، وقع عليها وزير الخارجية عبد القادر مسهل ونظيره التركي. الجزائر تركيا محور استراتيجي يحكمه طموح مشترك وعزم كبير على الارتقاء بالشراكة في كل أبعادها إلى أعلى المراتب. في التعاون الجزائري الفلسطيني استقبل أمس الوزير الأول أحمد يحيى رئيس مجلس الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل محمود محمد رجوف، حاملا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة. اللقاء جرى بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. كما استقبل رئيس مجلس الشباب والرياضة اللواء جبريل محمود محمد رجوب من قبل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، حيث تطرق الطرفان إلى سبل التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، وهذا لترقية تطوير الحركة الرياضية الفلسطينية. الجزائر فيها مدرسة، فيها منظومة، وهذه المنظومة هي مفخرة لكل العرب. وبالتأكيد إحنا وما سمعته من معالي الوزير ومن دولة الرئيس الحكومة اليوم هو مؤشر على أنه الفرص عندنا في هاي البلد للاستفادة من هاي التجربة، من هاي المدرسة الكروية، إن كان في اتحاد كرة القدم أو في اللجنة الأولمبية للألعاب الفردية والجماعية من خلال مظلة الوزارة وإمكانياتها. فشكرا لهذه البلد، شكرا لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللي هو أول واحد في تاريخ العرب والمسلمين مهد للأخ أبو عمار في 1974 أن يرفع غصن الزيتون أمام المجتمع الدولي. تطرقنا إلى التعاون الثنائي بين دولة فلسطين والجزائر في المجال الشباب والرياضة، وكانت أيضا فرصة لأعبر وأؤكد دعمنا ومرافقة الجزائر تحت القيادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
لترقية وتطوير الحركة الرياضية الفلسطينية. هذا وسينقل التلفزيون الجزائري اليوم المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني مباشرة على الجزائرية الثالثة ابتداء من الساعة 6 مساء. استقبل أمس وزير الاتصال جمال كعوان المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية عبد الرحيم سليمان. اللقاء تناول دور الجزائر الريادي والمحوري في تصدير استراتيجية إعلامية عربية مشتركة تؤسس لقواعد البث الإذاعي والتلفزي. وتطرق الطرفان إلى أهمية مواكبة الاتحاد للتطورات التكنولوجية وتحديات الوسائط الجديدة والفضاءات الافتراضية من خلال رفع رهان الرقمنة بمضامين تتماشى وفق مطالب الاتحاد. كما تم التطرق إلى التوجهات الكبرى للاتحاد في مجال التبادل وحقوق البث الرياضي لحماية حق المشاهد في متابعة منتخبته على القنوات الأرضية الرقمية. بالنسبة للجزائر طبعا تحدثنا عن سعادتنا بعضوية الجزائر في الاتحاد، ليس فقط أنها كعضوية عضوية فاعلة وعضوية متميزة، والجزائر دورها يتنامى ويزيد في اتحادنا، سواء كانت في هنا اجتماعاتنا في تونس في الجزائر وكذلك في تونس وفي كل المناطق الأخرى. وطلبنا منه مزيد الدعم، ولأنه نحتاج إلى الجزائر أنها دائما تكون معنا وتكون دائما رائدة في هذا المجال. كانت المحادثات ثرية وطرقنا لكل المجالات، وقلنا للسيد المدير العام يعني أكدنا على دعم الجزائر لهذا الإطار، وإحنا سيرين في مجال يعني تطوير البت وأداء لاسبي على حسب معطيات جديدة للعصر، وخصوصا بالذكر يعني رقمنا والتعامل مع الأخبار والصور. قدم أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى خلال مشاركته في أشغال المؤتمر 28 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي انطلقت أمس بالقاهرة تحت عنوان صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآليتها، قدم عرضا حول تجربة الجزائر الرائدة في مجابهة ومكافحة الإرهاب ومساهمتها في نشر ثقافة السلم والاعتدال والوسطية. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت خلال زيارتها أمس للديوان الوطني للتعليم عن بعد أن من حق الأساتذة المضربين الذين تم فصلهم تقديم الطعون على مستوى مديريات التربية. الشيء اللي قمنا به من بعد ما تم القرار العدالة والفصل الأساتذة رغم يعني كل النداءات اللي قمنا بها على المستوى الوطني على المستوى كذلك المحلي. الشيء اللي رحنا اليوم في التنفيذ وهو التنفيذ القوانين، وعدد منهم تفصلوا، والشي اللي عندهم اليوم موجود يعني الوظيف العمومي يحمي كذلك العمال ويقدروا يعملوا الطعم على المستوى المديرية التربية. دونك لا كوميسيون باريتير اللي هي موجودة على المستوى المديرية التربية يدرسوا، ونتمنى لهم إن شاء الله كذلك حتى احنا الرجوع. بوزارة الصحة تم أمس استئناف لقاءات الحوار والتشاور بين اللجنة القطاعية المشتركة وممثلية التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين بغية إيجاد حل لانشغالاتهم. توفي أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق عبد الحق رفيق برارحي عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وتابع الفقيد المولود عام 1940 بعين البيضاء دراسته في الطب، وتولى عدة مسؤوليات منها رئيس جامعة قسنطينة وسفير قبل أن يتم تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي من سنة 1979 إلى 1987. وبعد التقاعد تفرغ الفقيد للكتابة، حيث نشر السنة الفارطة مسارات واجب الذاكرة، وهو عمل تناول فيه مساره بدءا من الجامعة إلى مهامه الوزارية.
جثمان الفقيد سيورثر اليوم بعد الظهر بمقبرة العالية. إن لله وإن إليه راجعون. دوليا تواصلت ولليوم الثاني فعاليات الندوة الدولية للمقاومة السلمية للشعب الصحراوي بمخيمة اللاجئين الصحراويين بتندوف، حيث شكلت ورشات عمل تناولت استراتيجيات وأساليب المقاومة السلمية من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية في حقوق الإنسان، مع المنظمات الدولية في حقوق الإنسان، ومن ثم وضع خطة عمل لمناقشتها وتتويج ببيان ختامي للندوة. هاي الورشة نحن نطلبوا عن ذا اللي يذكر فيها اليوم أن يطبق من الآن على أرض الواقع الآليات اللي يطبق بهذا، هذا يبقى للناس اللي ينظموها. هذه الندوة تمكننا من وضع أساليب محكمة لدعم المقاومة السلمية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيرها. أسفر ماراثون الصحراء المنظم أمس بمخيم إسمرا للاجئين الصحراويين في نسخته 18 عن فوز الفريق الصحراوي وكذا الجزائري المشاركين في التظاهرة التي أراد من خلالها الرياضيون إيصال رسالة سلمية إلى العالم، مفادها أن الصحراويين يطالبون بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال بالطرق السلمية بخلاف العنف الذي يمارسه المحتل المغربي. الطبعة 18 لماراثون صحراء حضرتها وفود رياضية ونشطاء في جمعيات حقوق الإنسان ل26 بلدا، وإن اختلفت أساليب التعبير توحدت الأهداف وعدسات الكاميرات ترصد الحدث بتغطية واسعة. قدمت من كاليفورنيا وأشارك هنا للتضامن مع الشعب الصحراوي. tous les Sahraouis doivent savoir qu'il y a des gens qui pensent à eux même si on n'est pas forcément toujours là. هذا الماراثون هو الماراثون 18، يأتي متزامن مع إعلان الجمهورية ذكرى 42 لإعلان الجمهورية، في طبعته يميزوا يعني كثير من المشاركين. القضية الصحراوية تحظى بتغطية إعلامية واسعة وقناة إسبانية نغطي هذا الحدث الدولي بامتياز. على مسافة تزيد عن 40 كيلومتر كان مسار الماراثون، وإن كانت التظاهرة رياضية إلا أنها تحمل الكثير من الرمزية وتعكس المساندة القوية الدولية للشعب الصحراوي. هذا يعد إنجاز كبير للشعب الصحراوي، وهذه بالدرجة الأولى للمعتقلين السياسيين قابعين بالسجون المغربية على رأسهم مجموعة قديميزيك، وكذلك أهالينا بالمخيمات العزة والكرامة، وأهالينا بالمهجر، وأهالينا بالمناطق المحتلة. هم أوفياء الماراثون صحراء يشاركون من أجل السلام والتضامن مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، بعثة التلفزيون الجزائري، فاطمة الزهراء بن فرج الله. مختصرة دولية متفرقة نتابعها مع طاوس فرجنيس. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف الأراضي بمحافظة جنين بالضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي بهدف بناء جزء جديد من جدار الفصل العنصري. وفي الشأن السوري، أعلن وزير الدفاع الروسي عن هدنة إنسانية اعتبارا من اليوم في الغوطة من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، مشيرا إلى أن هناك ممرا إنسانيا سيتم فتحه من أجل إجلاء المدنيين. انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محلات تجارية غرب العاصمة بغداد أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والقوات العراقية أعادت فتح الطريق الذي يربط محافظتي دهوك ونينوى بعد إغلاقه بسبب الحرب على ما يسمى بتنظيم داعش. بهذا إذن نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.